تمر اليوم الذكرى السابعة للثورة، ثورة الكرامة، ثورة الحرية، ثورة العدالة. وفي هذا اليوم الغوطة تباد على يد روسيا المجرمة وإيران الشيطانة، وبمساعدة عميلهم بشار أو وأجيرهم. ونقول إن مفاتيح دمشق معلقة بفوهات بنادق المخلصين من المجاهدين. والتي تشكل جرائم حرب لم يلتفت إليها المجتمع الدولي. وكل لي أمل بأن جراح الغوطة سوف توحد السوريين جميعا. ويوجد في الروح غصة، فأن الاحتفال بهذا العام تزامن مع نزف الغوطة. ودعت نقابة المحامين المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف آلة التدمير والسلاح الكيماوي وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام بحق أهلنا في مختلف المناطق السورية المحررة.